أحيا النجم السعودي عبد المجيد عبد الله 3 حفلات مميزات بحضور جماهيري كبير أكثر من 5000 في كل حفلة تقريبا في مسرح الأرينا. كاميرا كواليس كانت حاضرة وانقلت لكم شنو قال أبو عبد الله في المؤتمر الصحفي. خلونا نشوف شنو قدم الجمهور. هذه بلدي يعني تربيت فيها تربية، تعرفت فيها على ناس كثير أفادوني واستفدت فنيا. كان الإعلام موجود في الكويت في فترتها وأكيد أن لها دور كبير في صقلي وصقل موهبتي. هي 40 أغنية لثلاثة ليالي، لكن إن شاء الله إذا في زيادة وأقدر أقولها حنقولها معك. جديد ما في، لكن في شيء ما تغنى في الحفلات. دي بلاد السديد. أنا تعبت وربيت جمهوري والحمد لله، يعني أهو بيّن زملائي الفنانين كويسين يعني متواجدين وكلنا متواجدين، ولكن كل واحد يتحرك بطريقته بإنتاجه، وأعتقد أن الكل موجود إن شاء الله قريبا يعني سيعودوا وهم بصحة، ويعني إحنا على تواصل شبه يومي، وأعتقد يعني الأستاذ سالم عايش له وضعهم طيب إن شاء الله وأمورهم كويسة الحمد لله. هو في غنية اسمها هلابش، هي أغنية يعني تمثل منطقة معينة في السعودية اللي هي منطقة جنوبية تحديدا منطقة عسير، فاستخدمت الإيقاع هذا وحضرته معايا، فهو ده الغريب.